أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا عن استعدادات لعمل فيلم يجسد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من أوساط إسلامية، فهل مثل هذا العمل جائز؟ وكيف يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان لا يجوز تمثيل الصحابة والخلفاء الراشدين، فكيف يجوز تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن هي الشخصية التي تتقمص شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لا يجوز، وهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.